بعد أسبوع من رفض تشكيلته الحكومية، لم يجد الحبيب الصيد بدا من إشراك غريمته حركة النهضة لتمرير التشكيلة الجديدة في البرلمان التونسي. تم إدخال تعديلات عليها بعد مشاورات مكثفة ومعمقة مع عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، وقد شملت هذه المشاورات برنامج عمل الحكومة وهيكلتها وتركيبتها، وتمثلت التعديلات بالخصوص في توسيع تركيبة الحكومة إلى أحزاب أخرى وتعزيز حضور الوجوه السياسية إلى جانب الكفاءات المشهودة لها بالخبرة والتمكن من الملفات التي ستوكل إليها. مشاركة النهضة وإن كانت رمزية في نظر البعض، إلا أنها جاءت رغم معارضة شريحة واسعة لها في حزب نداء تونس صاحب أكبر كتلة في البرلمان. هي تعديلات بسيطة أدخلت على التشكيلة السابقة لم تشمل الوزارات السيادية، وذلك بعد جولة جديدة من المشاورات التي أجرها الصيد مع الأحزاب السياسية. الحكومة الجديدة شملت كل ألوان الطيف السياسي التونسي، فمن نداء تونس وحركة النهضة إلى الاتحاد الوطني الحر وأفاق تونس ونسبة من التكنوقراط وممثلي المجتمع المدني. لكن حزب نداء تونس يستحوذ على أغلبية الحقائب الوزارية، ويثير إشراك حركة النهضة في الحكومة الجديدة جدلا بين الأحزاب السياسية وحتى داخل أروقة نداء تونس نفسه بسبب اختلاف الرؤى السياسية وبرامج العمل. وفي حال وافق الرئيس التونسي على التشكيلة الجديدة، فلن يبقى أمام الصيد سوى الحصول على موافقة البرلمان التي تبدو مضمونة الآن.